هذا العمود كأنه ينصب بين سقفين بينصبوا. معقول؟ لحظة لحظة، لا تتسرعوا، خلونا نفهم الموضوع. هذا السقف هو سقف حلزوني، يعني كل جزء من هذا السقف يرتفع عن الجزء الآخر، يعني الجزء الأخير يرتفع بمقدار 2.7 متر، اللي هو مقدار ارتفاع العمود. واضطرينا نوقف الصب عند الشير مومنت، الماكسيموم شير، اللي هو قوة القص الأعظمي. واضطرينا انه نصب هذا العمود بين السقفين، اللي هو سقف واحد ذو منسوبين. فبالتالي قمنا بصب الجزء الأول، وقمنا باستخدام الهزاز وملء الجزء السفلي كاملا، ومن ثم استكملنا الصب للسقف، ومن ثم استكملنا صب العمود. أعتقد أنه أنتم حابين تطمنوا على العمود بعد ما انفك. هذا هو شكل العمود بعد ما انفك. شكراً.